بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبجميع المسلمين في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور، ووصلنا إلى قول الإمام وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله: ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ قال: عادا وثمودا وقرونا بين ذلك كثيرا، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. قال: يوم القيامة. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق هارون عن الأعرج وأبي عمرو في قوله: إنهم إليهم لا يرجعون، قال: ليس في مدة اختلاف هذا من رجوع الدنيا. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي إسحاق قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة، فسكت ساعة ثم قال: بئس القوم، نحن إن كنا أنكحنا نساءه واقتسمنا ميراثه، أما تقرؤون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: وما عملته أيديهم، قال: وجدوه معمولا لم تعمله أيديهم، يعني الفرات وتجلى ونهر بلخ وأشباهها، أفلا يشكرون لهذا؟ والله أعلم. أخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: سبحان الذي خلق الأزواج كلها، قال: الأصناف كلها، الملائكة زوج، والإنس زوج، والجن زوج، وما تنبت الأرض زوج، وكل صنف من الطير زوج. ثم فسر فقال: مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون الروح، لا يعلمه الملائكة ولا خلق الله تعالى، ولم يطلع على الروح أحد. وقوله: ومما لا يعلمون، أي لا يعلم الملائكة ولا غيرها. أخرج ابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، قال: يخرج أحدهما من الآخر. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، قال: كقوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وأخرج عبد بن حميد والإمام البخاري والترمذي وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردوية والإمام البيهقي في الأسماء والصفات عن أبي ذر رضي الله عنه قال:
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. وأخرج سعيد بن منصور والإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردوية والإمام البيهقي رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. وأخرج سعيد بن منصور والإمام أحمد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد حين غابت الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها، فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، وكأنها قيل لها: اطلعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. ثم قرأ: وذلك مستقر لها. قال: وذلك قراءة عبد الله. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لمستقر لها أنت، والشمس تجري لمستقر لها أن تطلع فتردها ذنوب بني آدم، فإذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت، فيؤذن لها حتى إذا غربت سلمت، فلا يؤذن لها فتقول: إن السير بعيد وإني لم يؤذن لي لا أبلغ، فتحبس ما شاء الله أن تحبس. ثم يقال: اطلعي من حيث غربت. قال: فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها. وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن الأنباري في المصاحف والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: والشمس تجري لمستقر لها. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: لو أن الشمس تجري مجرا واحدا من أهل الأرض فيخشى منها، ولكنها تحلق في الصيف وتعترض في الشتاء، فلو أنها طلعت مطلعها في الشتاء في الصيف لأنضجهم الحر، ولو أنها طلعت في الصيف لقطعهم البرد. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي راشد رضي الله عنه في قوله: والشمس تجري لمستقر لها، قال: موضع سجودها. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف عن قتادة رضي الله عنه في قوله: والشمس تجري لمستقر لها، قال: لوقتها ولأجل لا تعدوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله: والقمر قدرناه منازلا، قال: قدره الله تعالى منازلا، فجعل ينقص حتى كان مثل عذق النخلة، فشبهه بذلك. وأخرج الخطيب في كتب النجوم
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال: في 28 منزلا ينزلها القمر في شهر 14 منها شامية و14 منها يمانية، فأولها السرطين والبطين والثريا والدبران والهقعات والهنعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك، وهو آخر الشامية، والعقرب والزبابين والإكليل والقلب والشولة والنعام والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية ومقدم الدلو ومؤخر الدلو والحوت، وهو آخر اليمانية. فإذا سار هذه 28 منزلا عاد كالعرجون القديم كما كان في أول الشهر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كالعرجون القديم، يعني أصل العذق القديم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: كالعرجون القديم، قال: عرجون النخل اليابس. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله: كالعرجون القديم، قال: هو عذق النخلة اليابس المنحني. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه في قوله: كالعرجون القديم، قال: كعذق النخلة إذا قدم فانحنى. وأخرج ابن المنذر عن الحسن بن الوليد قال: أعتق رجل كل غلام له عتيق قديم، فسئل يعقوب فقال: من كان لسنة فهو حر. قال الله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم وكان لسنة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، قال: لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر، ولا ينبغي لهما ذلك، وذلك ولا ينبغي لهما ذلك، ولا الليل سابق النهار، قال: يتطالبان حثيثين يسلخ أحدهما من الآخر. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، قال لكل حد وعلم لا يعدوه ولا يقصر دونه، إذا جاء سلطان هذا ذهب سلطان هذا، وإذا جاء سلطان هذا ذهب سلطان هذا. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه في قوله: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، قال: ذاك ليلة الهلال. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قوله: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، قال: لكل واحد منهما سلطان، للقمر سلطان بالليل، وللشمس سلطان بالنهار،
فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل. وقوله ولا الليل سابق النهار، يقول لا ينبغي إذا كان ليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك رضي الله عنه في قوله ولا الليل سابق النهار، قال لا يذهب الليل منها هنا حتى يجيء النهار منها هنا، وأومع بيده إلى المشرق. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله ولا الليل سابق النهار، قال في قضاء الله تعالى وعلمه ألا يفوت الليل ألا يفوت الليل النهار حتى يدركه فتذهب ظلمته، وفي قضاء الله وعلمه ألا يفوت النهار الليل حتى يدركه فيذهب بضوئه. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن أبي صالح رضي الله عنه في قوله لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، قال لا يدرك هذا ضوء هذا ولا هذا ضوء هذا. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رضي الله عنه في الآية قال لا يسبق هذا ضوء هذا ولا يسبق هذا ضوء هذا، لا يسبق هذا ضوء هذا ولا هذا ضوء هذا. وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك رضي الله عنه في الآية قال لا يعلو هذا ضوء هذا ولا هذا على هذا. أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك رضي الله عنه في قوله وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، قال سفينة نوح عليه السلام حمل فيها من كل زوجين اثنين وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، قال السفن التي في البحور والأنهار التي يركب الناس فيها. وأخرج ابن المنذر وعبد بن حميد عن أبي صالح في قوله حملنا ذريتهم في الفلك المشحون قال سفينة نوح وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، قالوا هذه السفن مثل خشبها وصنعتها. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، قال هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، قال يعني السفن الصغار. وقال الحسن رضي الله تعالى عنه هي الإبل، وكل صحيح. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يعني الإبل خلقها الله تعالى كما رأيت، فهي سفن البر يحملون عليها ويركبونها. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه في قوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، قال الإبل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الله بن شداد وأخرج عبد بن حميد
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، قال الأنعام، وفي قوله: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، أي لا مغيث لهم يستغيثون به. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه: فلا صريخ لهم، قال: لا مغيث لهم، وفي قوله: ومتاعا إلى حين، قال: إلى الموت، وفي قوله: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، قال: من الوقائع التي قد خلت في من كان قبلكم، والعقوبات التي أصابت عادا وثمود والأمم وما خلفكم، قال: من أمر الساعة، وفي قوله: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال: نزلت في الزنادقة، كانوا لا يطعمون فقيرا، فعاب الله ذلك عليهم وعيرهم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، قال: ما مضى وما بقي من الذنوب. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه في قوله: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، قال: اليهود تقوله. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن إسماعيل عن أبي خالد رضي الله عنه في قوله: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، قال: يهود تقوله. أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: تهيج الساعة الناس، والرجل يسقي ماشيته، والرجل يصلح حوضه، والرجل يقيم سلعته في سوقه، والرجل يخفض ميزانه ويرفعه فتهيج بهم وهم كذلك، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. قال: أعجلوا عن ذلك. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، قال: هذا مبتدأ يوم القيامة. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله: وهم يخصمون، قال: يتكلمون. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لينفخن في الصور والناس في طرقهم وأسواقهم ومجالسهم حتى أن الثوب ليكون بين الرجلين يتساومان، فما يرسله أحدهما من يده حتى ينفخ في الصور فيصعق به. وهي التي قال الله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردوية عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية قال:
تقوم الساعة والناس في أسواقهم يتبايعون ويذرعون الثياب ويحلبون اللقاح وفي حوائجهم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وأخرج عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: إن الساعة تقوم والرجل يذرع الثوب والرجل يحلب الناقة، ثم قال: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وأخرج سعيد بن منصور والإمام البخاري ومسلم وابن المنذر وأبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبا بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضا فلا يسقى فيه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فمه فلا يطعمها. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن الضحاك رضي الله عنه في قوله: تأخذهم وهم يخصمون، قال: تذرهم في أسواقهم وطرقهم فلا يستطيعون توصية، قال: لا يوصي بعضهم إلى بعض، والله أعلم. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله: ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قال: النفخة الأخيرة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: فإذا هم من الأجداث يعني من القبور إلى ربهم ينسلون، قال: يخرجون. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله تعالى عنه مثله. وأخرج الطستي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله تعالى: من الأجداث، قال: القبور، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول عبد الله بن رواحة حين كان يقول: إذ مروا على جدتي أرشده يا رب من غاز وقد رشد؟ قال أخبرني عن قوله تعالى: إلى ربهم ينسلون، قال: النسل المشي الخبب. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت نابغة بن جعدة وهو يقول: عملان الذنب أمشي فاريا يرد الليل عليه فنسل، عملان الذنب أمشي فاريا يرد الليل عليه فنسل. وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن علي رضي الله عنه أنه قرأ: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.